اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمجموع والمجموعة بي اف الإيطالية، وهذا طبعا من أجل إنجاز مشروع متكامل في مجال زراعة الحبوب والبقول الجافة وإنتاج العجائن الغذائية والكسكس بشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، طبعا هذا بولاية تيميمون. القيمة المالية تم الإعلان عليها للمشروع هي 420 مليون يورو، يتألف من مزرعة مدمجة للإنتاج الحبوب والبقول الجافة وسلسلة توريد الصناعية كمطحنة قمح الصلب، خط لإنتاج العجائن الغذائية، وأيضا خط إنتاج الكسكس. العمل على إقامة مصانع لإنتاج العجائن الغذائية والكسكس بما فيها صوامع لتخزين الحبوب البقول الجافة بقدرة تخزين إجمالية ل 62 ألف طن. المساحة الإجمالية للمشروع كما تم الإعلان عليه هو 36 ألف هكتار. سيتم إطلاق المشروع هذه السنة إن شاء الله، ومدة الإنجاز المشروع ككل هو 4 سنوات إلى غاية بنهاية 2027. والموسم الفلاحي لسنة 24 يعني الموسم الحرث والبذر سينطلق بهذا المشروع إن شاء الله على مستوى ولاية تيميمون.